السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. طبعا أنا على الاي 5000. في سؤال سألني إياه واحد من المتابعين، وكان سؤال قديم جدا: كيف تسجل الانترو في الياماها؟ وأنا ما شفت صراحة أي حد مسجل عن إنك أنت كيف تعمل الانترو، كل تسجيل الإيقاع فقط والأغنية والسكستين تراك وهالأمور. وأنا اهتميت بالموضوع، الحين اليوم راح اشرح لكم كيف تسجل الانترو. طبعا عندي صديق اسمه احمد، صراحة ساعدني وطرش لي فيديوهات وشرح لي، وانا الحين بدوري اشرح لمتابعيني اللي هو انتو الغالين كيف انك انت تسجل الانترو في الياماها، سواء كان في الاي 5000 والاي 3000 ولا اللي هو ار 700. بس اللهم تختلف اللي عندك هناك شغلات المنيو، ولكن هم نفس الشيء نفس الطريقة. ونبدأ الحين في تسجيل الانترو. طبعا كلكم تعرفون تسجلون الايقاع، كلكم تعرفون كيف تسجلون الايقاع وشرحنا هالامور. تروح على المنيو، منيو رقم 2 ستايل كريتر، تطلع لك الصفحة هذه. زين، تطلع لك الصفحة هذه، تي عند الانتلايز ستايل، تضغط عليه عشان يعطيك انك انت تعمل ايقاع جديد. طلع لك الصفحه هاي. زين، عندك هني الباترن اللي هو اللينث، تخليه تروح على السكشن، سوري، تروح السكشن تختار شو انك انت بتسجل في الانترو بالطريقه هاي. عندك 3 بيجات، هذا الفل الاي والبي. انا بسجل في الانترو رقم 3، لان دائما الانترو رقم 3 هي اللي هو 4 بارات، بخليه على ال4 بارات. زين، اللي هو انترو 3، اخترت انترو 3، شوف تحول معاك انترو 3. الباترن بخليه يعمل لوب بعد 4 ضربات عشان الشرح يكون واضح. خلاص انت حين ضبطني بتعمل انترو 3، السرعة 120، بعدين تتحكم في السرعة على حسب سرعتك، على حسب تسجيلك. تروح هني عند الريك شانل. طبعا في معلومة، الانترو، تسجيل الانترو اللي انا بعمل لك اياه هاي الطريقة ما تخص الريثم، الريثم ثابت، تخص من البيز ليل الكوردات، لان هي اللي انت راح تعمل فيها الانترو. طبعا الايقاع ثابت. الحين تي عند مثلا البيز، ما بسجله، بسجل على طول الكوردات انا عشان نختصر. هذا كورد رقم 1، بنسجل فيه اي مقطع، بس لازم تلاحظ اني انا راح اسجل مقطع موسيقى، مو بنفس يوم تسجل الايقاع تلتزم بالاي ماينر. اذا بتسجل اي ماينر اي ماينر، اي ميجر اي ميجر، لا، هني راح تسجل لحن كامل، موسيقى مقطوعة موسيقية كاملة. هذا الفرق ما بين الانترو وما بين تسجيل الايقاع. هني راح تسجل في التراك كوردات 5 6 في نفس الكورد. اوكي، نبدا. لاحظ معي الحين راح اسجل لحن عباره عن 4 كوردات. اوكي، تروح اختار التراك الثاني، احط معاه شوية صوت مصاحبات، نفس الشيء. اوكي، هنا تمام. روح التراك الثالث وبحط معاهم عود، بنختار العود، اي عود من هذا مثل هذا، ونبدأ بتسجيل. اوكي، بهاي الطريقة
الطريقة أنت الحين بتسجل البيز وبتسجل الكوردات، أنا أعطيتك 3 كوردات اختصاصا للوقت. الحين المرحلة اللي هي الأهم، كيف تضبط الانترو. الحين بعد ما سجلت لكم الـ3 تراكات، زين، أنا طبعا اختصرت 3 تراكات، أنت تقدر تسجل الإيقاع والبيز وهذا وتلعب لعب، بس أنا اختصارا للوقت. تروح هذه هي حين اللحظة المهمة، زين، تروح تعمل كأنك ريكورد، تبدأ على أول تراك لازم يكون باللون الأحمر كأنك ريكورد، بعدين تروح على شيء هنا اسمه SFF Edit، طلع لك الصفحة هذه، يعني شيء اسمه Source Roots و NTR NTT، تختارني اللي فوق مالك شغل فيه، هذا اللي فوق مالك شغل فيه، تضغط على Source Root. بحط أنا مثلا على سي ميجر، شوف أنا مختار سي ميجر، تروم تختار شوف على كيفك الكورد اللي أنت بتسيف عليه، تبغى أغنيتك تبدأ من وين مثلا، أنا بحط على سي ميجر، كلوز، تروح على الان تي تي ار والان تي تي، هاي تختار فوق لازم يكون روت ترانس وتحت كورد وتحت اوف، لازم هالثلاثة في كل التراكات، هذا اوريدي جاي، كلوز، تروح فوق عند الشانل، تي عند شانل رقم 2 تراك 2، تعمل ريكورد كانك بتسجل، تي عند الاس اف اف اديت، نفس الشيء سورس روت، شوف سي ميجر، لان مضبطنا من قبل سي ميجر، زين، تتاكد هني نفس الشيء روت ترانس وتحت كورد واوف، اذا طلع لك كذي لا لازم تخلف وتخليه على الكورد، اذا فوق ياك على الفيكس جيتار او هذا تخليه ترد ليل ما روت ترانس وتحت كورد اوف، تمام، زين، تروح فوق على الريك شانل، تري عند تراك 3 نفس الشيء، تعمل كانه ريكورد بنفس الطريقه، اس اف اف اديت الروت سي ميجر الان تي ار والان تي تي روت ترانس كورد اوف، تمام. بعد ما تضبط كل التراكات هذه بالطريقه هذه، ضبطيتهم هني في هاي الصفحه، تروح فوق تسيف، طبعا اسيفه في اليوزر، انت تبغى في الفلاش، نسوي سيف، زين، بنحط اسمه نيو ستايل 3 مثلا، اوكي، هذا نيو ستايل 3، اوكي. الحين راح نروح ونشوف في اليوزر نيو ستايل 3، هذا هو. الحين راح نسمع معاكم الانترو، هذا الايقاع راح نختاره ونسمع الانترو، نسمع الانترو معاكم كيف بنطلع، بنختار السي ميجر، لاحظوا معي 4 كوردات في الانترو، يختلف عن الايقاع، الايقاع يكون تراك، يعني يكون تختار يوم تسجل الايقاع تسجل على كورد واحد، هني لا تعمل اغنيه، طبعا في ناس محترفين في الانترو بيسجلون بيز لعب فوق وتحت، يقدر يحط البار، يعني يعطي لوب بعد 8، بعد انا حاط بعد 4، يقدر يختار بعد 8 يلعب يسوي كمانات كمانجات جوابات بيطلع حلا، بس الحين شوف هذا سي ميجر، زين، نسمع الاف ميجر، نسمع الاف ميجر، يمشي معاك مضبوط، نسمع الاي ماينر، بهاي الطريقة انت عرفت كيف تسجل الانترو وانت واحترافيتك. لا تنسون مثل ما قلت لكم منيو ستايل كريتر، تروح عند الاس اف اف اديت، تختار اني الروتس، تخليه على الكورد اللي انت تبغى بتسيف فيه، انزين، تروح على الانتي تي ار، تروح تعمل فوق تخليه على اللي هو روت ترانس وتحت لازم تخليه على الكورد، كل تراك مثل ما شاهدته في الفيديو، والى اللقاء مع معلومة ثانية، وان شاء الله اتمنى اني انا فاديتكم في هذا الفيديو.